قوي. فوتوا على بيت ابو جابر على هسه مثل ما فهمتكم. ها مالك جاي مع منا؟ لك لا انا بدي اقابلكم الحاره هون. يلا 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 تعاس. خدامينك يا بيك. والله لا روقكم احلى رواق انت وياه. ومين قال لك نحن مرايقين؟ يعني والله يوم ما نشوفك بنكون اخر رواق بس بدنا رضاك. وين نحط البواريد عاصم بيك؟ تاخذون على مضافة الزعيم وبوشكن على الارض دغري. يلا امرك يا بيك. سلام عليك. يلا بدعس. سلام بري. بتنطلع عند رجب خليه بلغوا لابو جوهر على الحارك. يلا بس هيم والو مسيو كومندان. فيت فيت. بونجور مسيو كومندان. دي اغا جاب دامني لو زعيم بوغ فير لا شامبر. وي مسيو. اسمع رجب انت بيروح بجيب زعيم بيفتح مضافة. امرك سيدي. انت وانت وانت تحرك باو. يلا تحركوا معي. زيتو زيتو لك زيتو. عم يفتشوا مضافة الزعيم. شو هالحكي لك؟ الله وكيلك. شلون يعني؟ الزعيم ما له علاقة بكل القصة. خلاص زيدو السلاح كله الي يلي بالمضافة. وده مؤاخذة يا زعيم. يا زعيم يا زعيم يا زعيم نحن كلنا معك يا زعيم. حبيبتك معنا يا زعيم يا زعيم. امشي زيدو امشي امشي. دام الباب مفتوح. ملوا اولاد الحرام. شو في زيدو؟ في حدا اخذ السلاح من هون وحطه بالمضافة. رحمة. وليش ليحطهم بالمضافة خص نص؟ مبينة مثل عين الشمس. مستقصدينه للزعيم لك عوض. مستقصدينه للزعيم. يا حيف عليك يا زيدو يا حيف عليك. كان لازم اقول انه انا اللي اخذت السلاح وحطيته بالمضافة. لا منيح اللي ما عملت هيك. علم الله كنت رح تشنق فيها. الزعيم الا ما يدبر حاله. لك مينو ها؟ مينو هذا اللي اخذهم لك عوار؟ مينو ها؟ يا واحد ابن حرام مصفى. نحن لازم نروح قبل ما حدا يحس علينا. قوم زيدو. لك يلا قومي خلصني. ولي على قامتي عليك يا ابن عمي. ولي على قامتي عليك. لك شو جاب سلاح لعنده؟ شو جاب سلاح؟ اخي سلاح مو سلاح. بوس ايدك تعال علي اياه بكره. رح حاول اعمل جهدي بس ويني؟ والله خايف يروح فيا الزلمه. لك بوس ايدك اخي بوس ايدك. خلي لك اولادك تعال علي. يا اختي انا ما قلت لك انك تنصحيني ما يحط ايده بشغله السلاح. قلت لك لما ما قلت لك. لك انا شو عرفني انه عم يشتغل بسلاح؟ شو عرفني شو عرفني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. منين جبنا المصيبه يا رب؟ منين؟ الله يخلي لك اولادك اخي بوس ايدك. رح شوف شو بدي اعمل. رح شوف. انت روقي. خلاص خلاص رح شوف.
صباح على خير. مين وراء؟ الله لا يوفق اللي كان السبب. فعلا حرام اللي صار مع الزعيم. الزعيم كبير بعقله وقدره، اللي عمله اليوم ما حدا بيعمله. ليش شو عمل؟ حمل التهمة لحاله وما ورط حدا من أهل حارته. يا رب حرمتني من الأولاد، لا تحرمني من جوزي يا رب. يا رب دخيلك خلصوا من بين إيديهن يا رب. أنت اللي قادر على كل شيء يا رب. دخيل شو رح تساوي ابن عمي؟ بشوش بدي ساوي؟ مشان أخوك. شو ساوي يعني؟ اترك له بنتي بسجن الحبوس، روح دور عليه وين آخدينه. سلاح، سلاح حكومي هاد، مو شبرية، سكينة، خنجر. والله عامل لي زعيم وما له قد الزعامة. الله يصلحه. الله يصلحه. ماشي، نورجيه من هلا ورايح هو وغيره، ورجيهن أبو شكل جديد لسا لا سمعوا عنه ولا شافوا مثله بنوب. أنا لكم يا حارة الكبادة، يا طواحين الشر، لورجيكم شلون بيمتحن الصوان. أيوه. هلا بيكون عاصم بيك مرنضيش، مروق آخر رواق منا. بس ما عرفنا شو صار بالحارة. شو بده يصير يعني؟ بيكون الدرك الفرنساوي فات على الحارة، وأشقش نص الحارة. بيناتوا الزعيم وحاشيته الله لا يرده. يعني منقدر نرجع على الحارة ونفوت ونطلع مثل العالم والناس ويصير عنا بيت؟ ليش ما منقدر لك أبو كاسي؟ ليش ما منقدر؟ لكن خلينا هون ليجي صاحبنا. لكن لك وين الشاي؟ أنا كم مرة قلت لك ما بتنبلع معي اللقمة بدون كاسة شاي. ها أحلى كاسة شاي لعيون أبدعاس. يلا عوام. مشان الله أخي طالع لي إياه من الحبس. مشان الله. لك شلون أختي؟ شلون؟ شوف أصحابك اللي كانوا بالحكم دارية أكيد بيقدروا يساعدوك. لا حول الله، لك مين بده يحط إيده بهيك عملة عملها جوزك؟ آمين يا والله بيسحبوه معه على المشنقة. ولي على آبتي. شغلته كبيرة لك أختي، شغلته كبيرة كتير. ادفع لهم قد ما بدهم مصاري أخي. لك شو ادفع له مصاري؟ ولك هاي شغلة فيها مشنقة، مشنقة. طالعوا مثل ما طلع طاهر. لا، طاهر دفع 50 ذهبي لرئيس الكراكون. وأنا مستعد أدفع 200 ذهبي أخي. لك شو 200 وما 200؟ يا والله مشكلة جوزك ما بتحل خابيت دها. حاول أخي مشان الله. لا حول الله، والله ما بعرف شو بدي لك، ما بعرف. أخي بوس إيدك حاول، الله يخلي لي إياك. طيب طيب، بدي شوف في واحد ما كان هيك بلكي بيوافق يساعده لجوزك، ما بعرف. إيه أخي الله يخليك، روح بسرعة قبل ما يحاكمه. قوم هلا روح بسرعة. لا حول الله، على هالمصايب نزلوها فوق راسي. رايح. أنا مبارحة موّس على أبو مراي. شو الحكي هاد؟ والله هيك عم بيحكوا بالحارة يا جبت. أنا من وقت ما جبت عيلة أبو طاهر لعنا على الحارة ما هوبت على حارته منه. لكن مين بوصلك زيدو؟ مين؟ شو بيعرفني؟ خليه روحي بحبش يسأل مين معاذير غيري. طب وعيلة أبو طاهر؟ أنا هلأ منك عم بدرة إنه هو مستحل البيت. سلام عليكم. أهلا أبو شكري. سلام. أهلين عمي أبو شكري. خير؟ وجاي تعمل هون؟ حكيلي. شو ما عم تسمع؟ عم بسألك شو جاي تعمل هون؟ والله قاعد بمضافة الزعيم أخوك. أنا هلا هون الزعيم. إيه. ليش لا؟ وما عاد بدي أشوفك هون. لا لا. عادل اهوت ابو صالح. اللي عم يا ابو شكري؟ من هلا ورايح اسمي الزعيم ابو شكري.
امرك. روح جيب لي صبحي على السريع. تأمر زعيم. شو ابو صالح؟ شو كنتوا عم تحكوا؟ لازم ابو طاهر يعرف انه ابو مرعب سرق له بيته. بس ما كنا متأكدين. وهلا تأكدنا. ومنشان هذا زيدو لازم نبعده عن الحارة ونهدي الحالة مع ابو مرعب. لانه ما بدنا نعمل مشاكل مع جيران حارتنا من تحت راسه. ايه اللي بدك يا ساوي عادل. اللي زعيم وينه صبحي؟ راح مع ابوي يتنازل عن الشكوى. منيح. روح نادي لي لاب طاهر على السريع. صار يا زعيم. ولدك صبحي راح يتنازل عن الشكوى؟ بده يتنازل بس راح راسه. مين غريمك يا زعيم؟ مين؟ ولك مين وهالعويني اللي عم يخبر عنك مين؟ مرحبا. أهلين عواط. شو بنساوي؟ والله يا عواط باينتو في واحد عم يشلي علينا، وإذا ما مسكناه رح نروح فيها كلياتنا، مو بس الرجال والحريم كمان. زيدو يلي بدك يا بيصير، وأنا من إيدك هي لإيدك هي. والله محيي البطن اللي عملها لك عواط. أنت عرفان؟